السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع حاتم المرابط. الجزائريين وحلو وحلا ديال المهم راكم عارفين ديالاش، راه كنقولها مش حال هادي وراه مفهومة وسهلة. وحلا ديال صافي عاتي بحال الجزائر مغشية في شي رمال متحركة، غا كيتحركوا شوية كيزيدوا يغرقوا. ومرة أخرى جبت لكم واحد الفضيحة جزائرية وصعيبة بزاف. اللجنة اللي قال لك مستقلة وهي ما مستقلة ما والو، دارت بيان جديد كتجاوب فيه على دوك المترشحين الثلاثة اللي طعنوا في الانتخابات، اللي كنذكروا بيناتهم كان تخشى معهم كذبون حتى هو تيطعن في الانتخابات. هاد اللجنة جاوباتهم وهي تزيد عاوتاني تغرق الجزائر في هاد الفضيحة العالمية اللي كلشي كيتكلم عليها. فضيحة بكماكيم، كانوا فرحانين بالانتخابات وكانوا عوالين على ان كذبون غادي يربح بلا صداع بلا مشاكل. ساعه عاد ما زادوا تفضحوا، وكل حركه تدير اللجنه ولا كدير السلطه ولا كيديرها كذبون عاد ما كيزيدوا يغرقوا في الرمال المتحركه اللي مصاوبها اليوم المخزن وفوزي الاقجع. قبل ما نبداو التفاصيل بغيت نشكر بزاف بزاف صديق القناه، ما بغاش يقول الاسم ديالو الحقيقي، كنشكره بزاف على الدعم ديالو. هو صاحب الحساب ديال كذبون، يعني سي كذبون تدعمنا القناة ديالنا وشكرا لك. وبغيت نشكر أيضا الأخ حكيم على الدعم ديالو للقناة، شكرا لكم وبكم وبمساعدتكم وبدعمكم القناة كنستمر. يوم الأحد 8 تنبير داروا المترشحين الثلاثة بيناتهم كذبون، داروا هذاك الطعن وهذاك البيان اللي داروا فيه الطعن في الانتخابات أو في النتائج ديال الانتخابات. اليوم اللجنة المستقلة والغير مستقلة في نفس الوقت كدير بيان وكتكلم فيه على هذا الموضوع وكترد على ذاك البيان ديال الطعن. غنقرا عليكم اجزاء فقط من النص باش ما نطولوش. كتبوا في البيان: تسجل لجنة المستقلة للانتخابات اطلاعها على بيان الطعن. وهنا سمعوا مزيان: ونظرا لكون عملية استكمال المحاضر الولائية الأصلية لتركيز النتائج حاليا، قلت لهم من بعد غادي يعلموا المحكمة الدستورية بالنتائج النهائية، وهادشي فور استقبال كاع النتائج وكاع المحاضر. نعاود لكم الجملة اللي شوية كيف ما تنقولوا في المغرب وكيف ما تقول هذيك الفنانة المغربية ديالنا بيزار وديغولاس. دابا قالوا لهم فور استكمال واستقبال المحاضر الولائية الأصلية لتركيز النتائج، هاد العملية قال لك جارية حاليا. بزاف على هاد المصطلحات، كيفاش لتركيز النتائج وكيفاش استكمال واستقبال النتائج والمحاضر؟ على نتوما منين علمتوا على ان الرئيس عبد المجيد كذبون ربح ب 94.98؟ على نتوما ما استكملتوش النتائج النهائية ديال الانتخابات؟ على ديك الساعة ما كانش عندكم النتائج، على ديك الساعة انتم ما اطلعتوش على المحاضر النهائية والختامية من بعد انتهاء الانتخابات. واش خدامين كتسرحوا في بوصبع؟ تركيز النتائج، استكمال، استقبال المحاضر. المهم مرة اخرى بكل غباء، اللجنة المستقلة والغير مستقلة في نفس الوقت كتفضح الجزائر وكتضرب لهم الطر، وكتأكد مرة اخرى على انه تم التلاعب في الارقام وتم تزوير الارقام، لانه بشهادتهم في هذا البيان اللي تحط اليوم، بيان يلا خرج اليوم، بيان كيأكد على انهم ما عرفوش النتائج النهائيه، مع ذلك اعلنوا فوز الرئيس كذبون بدون ان يتعرفوا على النتائج النهائيه. ما قالوش راه نتائج مؤقته، قالوا سالات الانتخابات جمعنا الاصوات وكذبون ربح ب 94%. اليوم تيقولوا كلام معاكس للكلام الاول. مره اخرى فضيحه جديده: السلطه الانتخابيه اللي سميتها المستقله وهي غير مستقله بتاتا كتقول لهم اليوم في البيان انها مازال ما كملتش الاطلاع على كل المحاضر وانها مازال ما جمعتش النتائج، وفور انتهائها من جمع كل النتائج وكل المحاضر ديك الساعة غادي تعلم الرأي العام وغتعلم أيضا المحكمة الدستورية. علاش غتعلم المحكمة الدستورية في الجزائر؟ غتعلمهم لأنه كل من الأرنب الأول حساني شريف مشى دار طعن اليوم في الصباح في المحكمة الدستورية على النتائج، وأيضا هذاك أوشيش توا غيدير طعن اليوم في العشية في نفس المحكمة الدستورية. كذبون مازال ما عرفناش واش غيمشي يدير الطعن في المحكمة الدستورية وغيدخل التاريخ، يقدر يدخل الجينيس بوك كأول مترشح كيربح في 94% وكيمشي يقدم طعن تاني بعد الطعن الأول، طع
طعن ثاني هذه المره في المحكمه الدستوريه. صراحه الجزائر بهذا الفضائح وبهذا الحماق وبهذا الهبال ديالها دخلت التاريخ من اوسخ ابوابه. كانوا تيتلعبوا في النسب، داروا معدل النسبه ديال المشاركه، مع عمر العالم سمع بهذا معدل نسبه المشاركه في الانتخابات، عطاو ارقام متضاربه في نسب المشاركه. اليوم عاوتاني تيديروا مشكله كبيره بزاف. هذه اللجنه المستقله ديال الانتخابات في الجزائر كتضرب لهم الطر وكتفضحهم وكتاكد على ان كل ما اعلن سابقا لم يكن نتائج نهائيه، بل كان هو تحت الضغوط ديال النظام العسكري لاعلان كذبون بسرعه وفورا فورا فورا كفائز ب 94%. دابا نتوما غير باش نفهموا، دابا نتوما ما وصلوكمش المحاضر كاملين وما وصلوكمش النتائج كاملين وما درتوش تحقيق في النتائج كاملين، ومع ذلك علنتوا فوز الرئيس كذبون وهنؤوه الرؤساء وهنؤوه الاصدقاء ديالو وهنؤوه الدول، وانتم مازال ما ساليتوش الانتخابات، مازال ما ساليتوش النتائج النهائيه. وهذا الشيء صراحه ما كيوقعش في حتى شي دوله، وقيل في سوريا اللي تخربات وترونات، واليمن حتى هي والصومال وبزاف ديال الدول غير مستقره ما وقعوش اليوم هادشي في الانتخابات. كيديروا انتخابات كيغشوا، كي الناس كيعرفوهم كيغشوا ولكن ما كيفضحوش راسهم. هاد الجزائريين هادو تيغشوا ما تعرفوش يغشوا وتيفضحوا راسهم ملف. قلت لكم راه مخشيين في رمال متحركه، اي خطوه تيديروها تزيدوا يغرق. هاي دابا خطوه ديال هاد اللجنه المستقله للانتخابات، راه بغاو يبينوا زعما على انه كاين الشفافيه وبانهم زعما راه الانتخابات دايزه مزيان، هما صدقوا غرقوهم عاوتاني، تتعلنوا رسميا ونهائيا على النتائج النهائيه، وكدوز يومين ولا مع 3 ايام كتقولوا لهم لا راه مازال ما كملناش الحساب وراه مازال ما كاينش النتائج النهائيه، منين غنساليو غنعلموكم. ايه على دوله كي دايره، والله الا صدق من قال. وهذه القضيه اللي تاكدت منها قال لهم واحد المغربي قبل 13 سنه في الفيسبوك، قال لهم دوله ميكي، وفعلا الله الا دوله ميكي ودوله شكوبي ودوله اضحوكه ما كاينش مثيل منها. العودة الثانية ديال كذبون الثاني ماشي بحال العودة الأولى، العودة الثانية النار في لاكار، فضيحة عالمية يجد. أصلا الإعلام الفرنسي شادو ما بغاش يطلقهم، منين غيسمع هاد التخربيقة ديال هاد البيان اللي تنشر اليوم راه بحال والو، غير نحطو الفيديو ديالنا في هاد القناة غيمشيو يمسحوه ولا يمشيو يبغيو يتداركو الموقف ويصدقو خارجين في فضيحة جديد وصافي، بركة على الجرار وصافي. كذبون ولا رئيس عندكم ديروا لنا عامره في خاويه وتصدقوا معاودي الانتخابات ولا تطعنوا في النتائج ولا شي حاجه، ما كاين لا محكمه دستوريه لا والو. الجزائر كيحكمها كبران اللي هو شنقريحه، ما تقولوا لنا لا محكمه دستوريه لا والو. وانا متاكد مليون في المية انه من بعد ما اللجنه المستقله للانتخابات فضحاتهم هاد الفضايح كاملين، حتى المحكمه الدستوريه غتزيد تفضحهم. ما كاين غير الفضائح، لانهم تيبغيو يكحلوها تيعميو. وهذا عدم التوفيق راه رباني، ما عمر ربي يبارك اليوم في شي خطوه كيف ما كانت، لانهم سارقين اراضي الغير، وما كاين غير فضح وزيد فضح. شكرا على الدعم والتشجيع ديالكم للقناه، نكتفي بهذا القصف. كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.